أخرى، حيث أصدرت محكمة جناح رشيد بمحافظة البحيرة حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بمركب الموت الذي راح ضحية غرقه في البحر المتوسط نحو 203 أشخاص. وقضت المحكمة بالسجن بحق 56 متهما ما بين 7 إلى 10 سنوات بتهمة القتل الخطأ وثلاث سنوات بتهمة النصب، وسنتين للمتورطين في إخفاء المتهمين، وسنة للمتهمين في إلحاق عمالة بدون ترخيص وبراءة أحد المتهمين.